اليوم كنطالب الرأي العام، الرأي العام والمغاربة داخل المغرب وخارج المغرب يوقفوا معايا، يديروا هاد الولد كولدهم. عباد الله يديروا هاد الولد كولدهم. مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نرجعوا فيها لنقاش قضية أخطر بكثير من القضية ديال تهامي بناني. هنا كيتعلق الأمر بالشاب عبد القادر اللي غادي يختفي في واحد الظروف اللي هي غامضة. قصة اللي غادي تكون شبيهة شيئا ما بالقضية ديال تهامي بناني، إلا أن كاين فيها الكثير من الغموض. الشاب عبد القادر اللي كان عنده مشروع زواج مع واحد السيدة واللي فجأة غادي يفكر أنه يوقف هذا السواج، ومن هنا غادي تبدأ نوايا انتقامية عند السيدة بعد ما عرفت بأن عبد القادر ما بقاش غادي يتزوج بها. وغادي تجي الواقعة ديال الاختفاء ديالو واحد النهار حدا البحر، اللي غادي تقول لهم بأن عبد القادر تلاح في البحر باش أنه يعوم وغرق. ومن بعد غادي تبدل الأقوال ديالو وغادي تقول بأن عبد القادر شاف الحشيش في البحر، واحد الرزمة ديال الحشيش، وتلاح على قبلها. هنا الإخوة الكرام كاينة مجموعة من النقاط المشتركة بين قصة تهامي بناني وبين القصة ديال الشاب عبد القادر. أول حاجة كنلقاو الإخوة الكرام وهي المسألة ديال الاختفاء والغموض. ما عارفين شنو وقع لتهامي بناني، وما عرفنا شنو وقع للشاب عبد القادر. واش مات؟ واش تقتل؟ واش تم اختطافه؟ الأطراف المتهمة في هذه القضية كتقول لك ودي بأنه تلاح من أجل السباحة شوية، كتقول لك تلاح باش أنه يجبد المخدرات. كذلك النقطة المشتركة اللي كاينة مع قصة تهامي بناني، وهي أن حينما نسأل عن الحقيقة في القضية ديال تهامي بناني كيتكلموا لنا بكثر على أنه كان يتناول المخدرات شوية، مات أوفر دوز. كذلك في المسألة حينما غادي تسأل عن الحقيقة في القصة ديال الشاب عبد القادر غادي يقولوا لك بأنه تلاح من أجل المخدرات باش أنه يجبدها في البحر، ولكن ما غاديش يكون عندك الحق أنك تسول ماذا وقع للشاب عبد القادر. باش نعرفوا الإخوة الكرام القصة أكثر وتقدروا تفكوا معنا لغز هذه القضية، نسمعوا القصة منذ البداية ثم نعود باش أننا نسمعوا الأم ديالو اللي غادي تعطينا معطيات اللي هي خطيرة. شاب عبد القادر 26 سنة تكنيسيان. الشاب كان كيمشي يشتغل في مجموعة من المنازل وكيقدم هذه الخدمة ديالو. في واحد النهار في واحد اليوم من الأيام غادي يتلاقى بواحد السيدة اللي غادي يتعرف عليها فيما بعد، وغادي يربط معها علاقة وغادي تكون هاد النية ديال الزواج. فهنا عبد القادر غادي يمشي عند العائلة ديالو غادي يقول لهم بأنني راه لقيت واحد بنت الناس وبأنها عجبتني، بغيتكم أنكم تمشيو تهضروا مع الوالدين ديالها. هنا الأب والأم ديال عبد القادر غادي يمشيو عند الوالدين ديال هاد السيدة باش يتكلموا معاهم على أساس أنه زواج، قبل ما غادي يتفاجئوا ملي غادي تمر واحد المدة اللي هي معينة غادي يرجع عبد القادر عند والديه وغادي يقول لهم بأن داك الزواج اللي كتقتل لكم راه ما بقى منه والو، وغادي يطلب من الأب ديالو أنه يتصل بالأب ديال ديك البنت ويخبرها بأن هاد العلاقة الزوجية اللي كانت غادي تكون فهي انتهت. هنا البنت وعائلتها ما تسرطات لهم شهاد القضية ديال كيفاش أنه كان واحد المشروع ديال الزواج وسالة. وهنا في يوم من الأيام كانت الأم ديال عبد القادر كان عندها واحد المناسبة ديال الفرح قبل ما أنها غادي تتفاجئ، وغادي تجا واحد المكالمة على أساس أن الابن ديالها هو في واحد الوضعية اللي هي غير عادية، وبأنه كلا قتلة ديال العصا قدام البنت ديال ديك السيدة اللي كان غادي يتزوج وكانوا غادي يقتلوه لولا تدخل ديال الناس اللي مشاو واعتقوه. البوليس هنايا ملي غادي يحضروا في الحادثه وركزوا معايا على هاد النقاط لانها هي اللي غادي تمكنكم الاخوه الكرام، انا كنحكي لكم فقط القصه ولكن نتوما عبر التعليقات غادي تحاولوا تفكوا معنا خيوط هذه القصه او هذا اللغز لانه لغز في اخر المطاف. منين غادي يجيو البوليس وغادي يلقاو بان الابن تضرب وخلاو فيه مجموعه من العلامات في الجسم ديالو كان مازال جايه شي حاجه من بعد، يعني في حال رشموه كنلقاو بحال واحد الضربه ديال الفرشيطه اللي كتشوفوا معايا في الصوره حاليا، بحال رشموه على مستوى البطن ديالو. هنا الشاب منين شافوه البوليس قالوا الوالدين ديالو هذا راه واكل شي حاجه ولا في كرشو شي حاجه ماشي هي هذيك، فديوه للسبيطار غسلوا له كرشو ونقيوه وعادي رجع لعندنا باش اننا نسمعوا ليه في حاله اللي هي طبيعيه. لا غد ليه الشاب غادي يرجع للوضعيه الطبيعيه ديالو، غادي ياخذ مجموعه من الصور اللي كتوثق ذاك الاعتداء اللي تعرض ليه، غادي يدير واحد الشهاده طبيه وغادي يقدم شكايه عند وكيل الملك، ولكن هاد الشكايه ما غادي تاخذ حتى شي مسار والقانون ما تدخلش بالسرعه اللي كان خصو يتدخل بها لانقاذ هذا الموقف. هنا واحد النهار غادي يتصل الام ديال هاد البنت اللي تكلمنا عليها اللي كتبغي الشاب عبد القادر، غادي يتصل بالام ديال هاد الشاب هذا وغادي تقول لها ردي البال فينك راني بغيت نتلاقى معاك، وغادي تقول لها ياك لاباس، غادي تقول لها بان ردي البال ابن ديالك وقولي ليه انه يرد البال، راني سمعت بان بنتي هي وصاحبتها راهما كيخطوا الاشياء اللي هي خطيره وكيوجدوها للابن ديالك. هنا الام مباشره غادي تتصل بالولد وغادي تخبره بهذه المساله وغادي يرد البال ديالو، ولكن مجموعه من التهديدات
والمضايقات اللي غادي يبدا كيتلقاها هذا الولد، وهو ما دفعه انه يمشي عند الام ديالو ويخبرها بهذه المسائل ويقول لها الام ديالي راه خصنا نديروا شكايه في الموضوع لان الامر بدا يبدو بانه خطير جدا. هنا غادي يجي اليوم المفاجاه مني غادي تجي واحد المكالمه هاتفيه للام ديال عبد القادر اللي فيها اخبار بان الابن ديالها مدابس في الجهه ديال البحر، بان كاينه مدابزه اللي هي عاديه، الام غادي تمشي كتجري للبحر باش انها تشوف شنو كاين، وغادي تلقى بان الامر لا علاقه له بمدابزه، وغادي تفهم في اخر المطاف بان الابن ديالها غرق في البحر من بعد ما تلاح انه يعوم. وعلى حسب ما حكاو لها بان الشاب عبد القادر كان مع هاد السيده اللي كان بغى يتزوج بها، مشاو للجهه ديال البحر، حيد حوايجو، تلاح ثم غرق. القصه هي هكذا بكل بساطه الاخوه الكرام، وهذا الشيء اللي غادي تصرح به وغادي تشهد به هذه الفتاه عند الدرك الملكي. غادي تقول لهم بانه مشى معايا، وصلنا للبحر، حيد الحوايج ديالو، تلاح باش انه يعوم ثم غرق. فهنا الدرك الملكي غادي يعتبر ان هذه الحاله هي حاله اختفاء، لان ما كاين لا جثه ما كاين حتى شي حاجه، فالوضع في هذه القضيه مشى على اساس انه حاله اختفاء. ولكن الام ديال عبد القادر ما تسرطتلهاش هذه القضيه، وتبين بان القضيه وراءها الكثير، خصوصا ديك تصفيه الحسابات اللي عاشته، ذاك الرعب وكل ديك المشاكل اللي عاشته مع هذه السيده. فكيفاش غادي تنتهي القصه بالولد ديالها مع السيده اللي هو عنده معها عرام ديال المشاكل، غادي يمشي معها برجله وغادي يوصل للبحر وغادي يعوم؟ نفس السيده اللي اعترفت الاعتراف الاول وكتقول بان السيد مشى يعوم بطريقه اللي هي عاديه وغرق، غادي تبدل الاعتراف ديالها وغادي تعطي واحد الروايه اخرى، وغادي تقول لهم راني كنت معاه جنب ديال البحر، وبان الشاب عبد القادر شاف واحد الكرتونه في البحر ديال الحشيش وتلاح باش انه غادي يجبدها. شوفوا معايا الاخوه الكرام كيفاش نفس السيناريو اللعين يتكرر، بحال في التهمي بناني، بحال في امين تشاريز اللي مات في مدينه اكادير، بحال في مجموعه من القضايا دائما كيدخلوا المخدرات باش هكذا الانسان ما يقدرش انه يدافع على الحق ديالو. تهمي بناني قال لك مات اوفردوز، ملي كنمشيو لامين تشاريز اللي ضربوه بزرواطه للراس قال لك لا ودي راه كان سكران وركب في الطوموبيل وحل الباب وطاح. دابا الشاب اللي طرات له هذه الواقعه قال لك اودي حكا راه شاف كرتونه ديال الحشيش، والام ديالو كتحكي بان الابن ديالها ما كيعرفش يعوم، فكيفاش غادي يشوف كرتونه ديال الحشيش وغادي يتلاح؟ ولكن الاخوه الكرام حنا كنقولوا دائما الروح عزيزه عند الله، ربما خصنا نديروا برنامج نسميه الروح عزيزه عند الله. هاد البنت هادي منين غادي تقدم دوك الحوايج ديال الشاب عبد القادر؟ ما قدمتش الملابس ديالو كاملين، لانك ملي كتقول بانه مثلا تلاح على قبل كرتونه ديال الحشيش، فالسيد غادي يحيد حوايجو كاملين، يحيد السروال، يحيد الصباط، ويحيد الملابس الفوقانيين ديالو. ولكن المفاجاه ان السيده ملي قدمت الحوايج قدمت فقط الملابس ديال تحت السروال ديالو والملابس الداخليه والسبرديله، فين مشاو الملابس الفوقانيه؟ وهنا السؤال يطرح الاخوه الكرام واللي غادي يمكننا من فك اللغز. كيف موقع في الواقعه الاولى اللي تعرض فيها للضرب، وقالوا للبوليس، قالوا للشاب عبد القادر سيروا ديو غسلوه، راه واكل، غسلوا له كرشو ولا ما عرف، راه السيد راه واكل شي حاجه، يعني قبل ما يتعرض للاعتداء داروا له شي نوع ديال التخدير او لا شيء من هذا القبيل. نفس الامر اللي غادي يتكرر بانه جات واحد السياره لجنب البحر وجابت الشاب عبد القادر وجات معاهم هذه السيده هذه، وربما جابوا في واحد الحاله اللي هو مخدر، باش انه مخدره ضروري كانت واحد المشادات، يعني دخلوا معاه في واحد الصراع اللي هو بدني، الشيء الذي ادى الى تمزيق الملابس العلويه ديالو، هذا هو اللي خلى ان هذه السيده ما عطاتش الملابس ديالو كامله. السيده من بعد ما صار اللي هو طويل جدا ديال المتابعه، فقط متابعه في حاله صراع، رغم انه كاين الشكايه الاولى ديال ان السيد تعرض للضرب والجرح، راكم شفتوا الصور معايا الاخوه الكرام، والواقعه الثانيه اللي وقعت ديال البحر، ومع ذلك بقات متابعه في حاله صراع الى حدود هذه الساعه، من سمعنا مؤخرا بانه تم اعتقال هذه السيده. ربما ظهرت ادله وحقائق اللي هي جديده اللي غادي نقلبوا في الموضوع، وغادي نحاولوا الحلقه الماجيه تكون معنا السيده ليلى العماني اللي غادي تقدر تفيدنا بحكم الاطلاع ديالها على الملف في هذه القضيه. السلام عليكم بعدا. القصة ديال ولدي بنيتي مؤلمة، تحطمت بنيتي قسما بالله، لا تحطمت، تحطمت انا وخوتو وباه والعائلة وصحابه وكلشي تحطم بنيتي، تحطمتني حيت داك الولد ما يتساهلش هادشي. ولدي نقي، ولدي ما عنده لا سوابق، ولدي ما عنده شي حاجة في المخزن، ولدي ما عنده شي حاجة خايبة، وتهمتو هاد السيدة تهمات وشكوى بها الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، ما عرفت ولدي ميت وحي. هاد المسألة الإخوة الكرام اللي كنشوفوا بأن أشخاص كيختفوا في ظروف اللي هي غامضة، وفي آخر المطاف كتخرج في حقهم اتهامات اللي هي باطلة، كما وقع في القصة ديال تهمي بناني، لا جثة كاينة، لا هو عرفنا شنو وقع له في آخر المطاف، كنلقاو أن مجموعة من الأشخاص
اللي كيخرجوا كيروجوا بانه كان يتعاطى للمخدرات هكا باش يدفعوا الاشخاص اللي كيطالبوا بالحق في الملفات ديالهم باش انهم يتراجعوا للوراء. حتى حاجه ما بانت ولدي غامضه نهائيا. كنتسنى تليفون، كنتسنى اخبار تجيني، كنتسنى شي حاجه، حتى شي حاجه ما بانتش غير الحويجات، السروال والسبرديله راه باقن كيما عطاوهم ليا، راه باقن بنتي عطاوهم ليا في الدراك، عطاوهم ليا في المحجوزات. القصه ديال ولدي يا بنيتي، هذا عندي واحد الولد خالو، ماشي نقول لك شي واحد خايب، كيما خرج من المدرسه دار التكوين، دار تكنيسيان خدام مع الناس، كلشي كيعرفو كلشي كيعرفو، ما عنده لا سوابق، ما عنده شي حاجه خايبه، ما عنده والو، مشى خدم لهاد الناس، صيفطوك ليا نخدم ليهم، خدم ليهم ولا يعيطوا عليه وعجبهم الولد، ولات علاقه مع الولد. جا عندنا قالنا راه غناخذ هذيك البنت، قلنا له لا بغيتي تاخذيها الله يعاون، عاودوا معايا مشيت انا وباها بنتي، مشينا نديروا تعارف، غير تعارف نشوفوا. ملي جينا داز واحد الشهر هكاك، الولد قال لك ما بقيتش باغي ناخذها. علاش؟ قال لك ماشي ما لايقاش بيا، ما غتصلحش ليا وما غنصلحش ليها، ما غاديش ناخذها امي. صافي ساقت الخبار، ساقت هي الخبار حارفات. صافي شنو داروا الولد معيط له ولا شنو داروا؟ حنا عندني واحد العرس ديال بنتي هذيك النهار، والصباح معيطه، معيطه لبنتي اللي عروس، معيطه لصاحبتها ومعيطه لبنتي اللي عروس. تعالوا خوكم راه في البلاصه الفلان فلانيه قدام بابهم. مشاو كيتجاراو البنت وراجلها، وشا معاهم واحد السيد لحقو، لقاو الولد هزو، قال لك داوه للبوليس، والبوليس قال لهم داوه لسيدي الحسن، الولد راه واكل شي حاجه. داوه لسيدي الحسن لحقو، داروا له الإناء. هنا كنت دارت الاجراءات القانونيه اللي كان خصها الدار النهار اللي تعرض الولد للضرب من طرف هؤلاء وتكرفصوا عليه، وكاينه مجموعه من الادله والصور اللي كتوثق كل هذا الشيء اللي وقع له والشكايه اللي تحطات ومجموعه من الامور. كنت خاذت الاجراءات القانونيه ما كناش غادي نوصلوا لهذا المستوى اللي اليوم كنشوفوا عبد القادر في حاله اختفاء. هما كيقول لك ودي راه تلاح على قبل الحشيش ومجموعه من الكلام، دائما كيخليوا القصه يعني الغموض ديال القصه ينتهي بالمساله ديال المخدرات باش هكا ما تحاولش تفك اللغز وشنو وقع لهذا الولد. عاش المهم عطاوه الدواء، جبناه للدار، الغداء دار شكايه باه، داها الوكيل الملك نيشان ديال تماره، دا التصاور اللي صوروه الناس قدام بابهم خارج في ديك الحاله، قدام بابهم في ديك الحاله لا يرتى لبنيتي، الحوايج ممزقين، فمو محلول ما عرفتش مكلينو، الدري مشى صايق طونوبيلته ومشى لابس حوايج وخرج حمق من عندهم، لا يعقل ولا يعقل بنتي لا يعقل. هي هذيك بنتي. هذا هو المسألة الخطيرة، وإلا ممكن تشاركوا معنا الإخوة الكرام في التعليقات، يعني هذه المسألة ديال التخدير، يعني من يمشى عندهم وتكرفصوا عليه قدام الباب ديالهم وكلا العصا ومجموعة من الأمور، يعني من يمشى عند الشرطة قالوا له بأن هاد السيدة راه واكل شي حاجة، سيروا ديه وغسلوا له كرشوه مجموعة من الأمور. أنا غادي نطرح السؤال على المشاهدين ديال هذه الحلقة، شنو في نظركم نوع التخدير اللي غادي يكون تعرض له أثناء هذه الواقعة؟ شكاية قالوا لي غنمشي لعند وكيل الملك نيشان، داروا شكاية دخلوا لعند وكيل الملك، صافي تدعام الوكيل قال للبوليس جيبوهم، تما ولات جلسات. المهم الدري ما خداش الحق ديالو، مشى بحال حتى شي حاجة ما كاينة، محاولة القتل حتى شي حاجة ما كاينة، كانوا غيفرعوه من هنا بمصارنو. المتهم فيها شكون هذا؟ هي لبنى، لوبنا في هذه القضية الأولى، هي خطيبته، هي الأولى، ما خطيبتوش غير تعارف، ما دينا ملاك، ما دينا خطبة، ما دينا حتى شي حاجة. الخطبة بنيتي راه كتكون بالخاتم وبالحليب وبالعائلات وبكل شيء. هي داروا له هذه الحالة، هي وأمها وخوها اللي فاق وليدي عاود لي هذا الشيء، قال لي أمي راه ملي نجيت من الموت أمي عاودني بأسبوع، ما عرفتش شنو وقع لي وشنو كانوا غيديروا فيا أمي بحال هكا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وهذاك الكلام اللي قايلو هو قدام وكيل الملك، وهذوك التصاور اللي مصور، وراه هذاك الشيء اللي قايلو قايلو هو، ما قلتوش انا، داولو تلبيصي من الطونوبيل، كاميرات، كل شيء. هي هذيك دازت هذه نهار 22 2019، كان عندي العرس ديال بنتي الاخرى الكبيره،
كدير لي مفاجآت. جابتني العرساني البنتي الكبيرة ودارتها لي هاتنين العرس واثنين الأخرى معيطة في العشية تعالي ولدك راه كادو راه غرق في البحر. وما قالوا ليش راه غرق، قالوا غير مدابز. وهبطت كنجري كنسول هذيك راه العساس ديال الباركين، كنسول الناس كنقول لهم واش غرق شي حد، واش دبوزه، كاين شي دبوزه؟ قالوا لي لا ما كاينه لا دبوزه لا والو، حتى حاجه ما كاينه. هي هذيك صافي. جا ولدي قال لي امي ولدك راه غرق في البحر، راه قالوا غرق. مشينا كنتجاراو للجدارميه، قال لك راه مع هذيك لوبنا. قلت لهم لوبنا هي هي الا كان غارق هي، والا كان في شي بلاصه هي. مشينا كنقلبوا باش نعرفوا الولد راه غرق. مشيت لعند مولا مارين سولته، قلت له وليدي غير قول لي دي التصاور ديالو باش يعرف واش هو اللي كان ولا. قال لي شوف يا الحاجه، قالها لي قدام الشهود، الشهود كاينين ورجال كبار. قلت له وليدي قول لي الحقيقه شنو كاين. قال لي كانت جالسه هي وياه. قال لي وقلت له حيدوا من ديك البلاصه راه ممنوع. قالت له هذا راه راجلي. قال لك مشيت لا مارين دخلت شويه، قال لك ملي خرجت قال لك لقيت هز السروال والسبرديله، قال فين هو اللي كان معاك؟ قالت له غرق. هذا اللي غير غرق بتشاقيته تي شرطه، وهذا اللي غرق. ما تعيطيش على بنادم تقولي ازيدو هو غرق، ياك انت كتبغيه وراجلك عاد تاخذيه ديال المستقبل، ما تخليهش يغرق. وانا نشوف شي واحد براني كيغرق غنغوت بنيتي غنطيح عليه. ما كاين حتى شي حاجه، عطاتهم السروال والسبرديله. أنا أول حاجة يعني المكان اللي كيقولوا بأنه عام فيه، مستحيل الإنسان العادي عنده قدرات عادية أنه يعوم في ذاك المكان لأنه عامر بالحجر، ومستحيل أنك إلا هبطتي تعاود تطلع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الحوايج اللي كانوا ناقصين. كتقول هي أنه تلاح عام، كانت كتقول في الأول يعني كانت السباحة عادية، شوية قالت لك بأنه تلاح على قبل الحشيش، ففينا هي الكمالة ديال الحوايج اللي ما كاينينش. فكاين صراحة مجموعة من الأمور اللي كثير الغموض في هذه القضية. دارمي هبطت عندهم قلت لهم عافاكم وريوني الحوايج اللي عطاتكم ديال ولدي. جبد لي الدراكي الكارطونه، قال لي عطاتنا السروال والسبرديله ها هما، رانا وريتهم في اللايف السروال والسبرديله ها هما، وشي حاجه ما عطاتها لناش الى يومنا هذا. الى يومنا هذا واش هي قالت نتيق بها؟ واش يتيق بها راي العام بنتي؟ واش كتكذب على السلطات؟ كتكذب على القضاء؟ على من كتكذب؟ كتكذب عليا انا اللي حرقتني شوتني في كبدتي. ما عرفت ولدي ميت ولا حي. في الاخر قالت قاضي تحقيق راه طاح على الحشيش. لا الحشيش غيمشي حدا لامارين، حدا الحراسه الملكيه بنيتي. حاجه الا طاح على الحشيش او طاح على اي حاجه، فينا هي الجثه ديال هذه؟ هي الجثه يلا فين؟ نفس السؤال اللي كيتكرر دائما في مثل هذه القضايا اللي كتبان بان تم التخطيط لها بطريقه اللي هي مسبقه. كنلقاو دائما كنبعدوا في النقاش على الاصل ديال الموضوع، على شنو وقع للسيد وفينا هو السيد. وكنبداو نتكلموا على المخدرات ومجموعه من الاشياء اللي كيلهيو بها الناس على مثل هذه القضايا. دابا حنا كنتكلموا تلاح العشيش ومثل هذه الامور، ولكن ملي كنسولوا حول الجثه كيبقى سؤال اللي ما عندوش جواب في اخر المطاف. هي عطاني وكيل العام الله يكثر خيره وجازيه بخير يا ربي، توقف معاه. دخلت عنده وعطاني ابره وقال لي ديها للولايه. مشيت لعند الولايه استقبلوني، عاد استقبلوني مشيت للولايه استقبلوني بحال اللي عاد رانا فاقده ولدي. ديك الساعه حسيت براسي، قالوا لي تجيبي باه وخوه. عيط ليا الضابط، عيط بالتليفون ديالو لولدي وراجلي. جاو خلطوا عليا التم وداروا لنا لاضيئين. قال لك الوكيل العام داير هنا مستعجله، داروا لنا لاضيئين. كل مره كنمشي عندهم واش بانت واش بانت، في الاخر عطاوني النمره ديال الملف وصيفطوه للوكيل العام. قالوا لي ما كاينش في البحر، ما لقيناش انا لا ولدك في البحر. الى الحد الان واش غنكذب انا الولايه؟ واش هذا الولد اللي طاح واش دبانه؟ ايوا راه الناس حارقين وسط البحر، خرجهم من البحر. ما كتلاحظوش معايا ان نفس القصه اللي كنا سمعنا في القضيه ديال التهامي بناني انهم حرقوه ولاحوه في البحر؟ دائما ما كتنتهي القصه كيمشيو بك لواحد العالم اللي هو واسع ديال البحر ومثل هذه الامور، باش انك ما تسولش على الجثه في اخر المطاف ولا تسول على ذاك الانسان شنو وقع له. بل حتى الناس اللي كيغرقوا في العملية ديال الحرق اللي كنعرفوا كيغرقوا وسط البحار كيتلقاو في آخر المطاف، إلا أنه مثل هاد القضايا خاصك ما تسولش في آخر المطاف شنو وقع. من شتيه كيغرق عيطي على الناس، غيشوفوه الناس غيبرد قلبي، غيشوفوه الناس راه خدام كيغرق. دابا أنت بغيتي ولدك؟ أنا بغيت تجبد ليا ولدي توريه ليا ميت ولا حي. إلا ميت ندفن؟ إلا ميت ندفن ونترحم عليه ونزوره.
خلاتني معذبه، خلاتني معذبه بنيتي، خلاتني مسنيه، كنت سنه دابا راه دابا هي ما مشدوداش، ما مشدوداش على لا طلوقة حاره. يعني تشدات مور هذا الفيديو، ربما هذا الفيديو هذا قديم، ولكن تشدات هذه السيده اللي كتكلم عليها هنايا، السيده ام عبد القادر. ولكن على ايا يعني كيبقى ما كاين حتى شي تبرير اللي تقدر تعطي هاد السيده كيفاش تكرفصوا عليه امام البيت ديالهم قبل ما توقع الواقعه ديال الاختفاء، كيفاش ضربوه مجموعه من الامور اللي كنقولوا دائما ان الاجراءات القانونيه تاخرت بواحد الشكل كبير واللي على اثرها وقعت هاد الواقعه الكبرى اللي كنناقشوا اليوم. صراحة وانا اللي تشديت في القلب ديالي، انا اللي مرضت بنيتي وانا قاعده كنجري اليوم. باش كطالب اليوم؟ كنطالب الراي العام، الراي العام والمغاربة داخل المغرب وخارج المغرب يوقفوا معايا، يديروا هاد الولد كولدهم. عباد الله يديروا هاد الولد كولدهم، يديروا خوهم. رانا تشويت في كبتي، رانا ما عرفت ولدي ميت ولا حي. رانا مشات قدام قاضي التحقيق وقال لها راجلي وريني غير ولدي، غير ولدي يا بنتي، فينا بلاصة فينا هو؟ إلا كانت هي ترى ما خرجوش البحر. قالت ولا عندك شي دليل جبدو، هي قالت ولا عندك شي دليل جبدو، اش غنقول ليها؟ يعني حتى اللي كيتكلم بهذا المنطق اللي عندك شي دليل جبدو، اللي كيتكلم بهذا المنطق وفي هذه الحاله ديال ان كنشوفوا ام كتالم وكتقطع وكتكلم معها بهذه اللغه، انا كنفهموا بانه تم الترتيب لكل شيء اللي خلاتها كتكلم بثقه في راسها وكتقول الا عندك شي دليل جبدو. يعني كاين واحد التخطيط مسبق اللي خلى الانسان انه ما يردش البال حتى العواطف ديال العاطفه ديال الانسان اللي متاثره بواحد الشكل اللي هو كبير على الفقدان ديال الابن ديالها. قلنا دخلت عليك بالله والنبي رسول الله واللي خلقك الا ما وريني ولدي فينا هو، الا كنتي مدفون في شي بلاصه وريه ليا، حمقتيه ديتيه لشي قنت وريه ليا، حيت راه حتى واحد ما شاف ولدي راه غرق وما لاحوش البحر. لا يعقل، عظم كيخرجوا البحر، كيسلتو كيخرجوا. لحد الان عمرهم ما عيطوا لك على شي جثه خرجات؟ ما عيطوا لي حتى على شي حاجه نهائيا، وانا كنقلب كالحمق. وقال لي جدارمي، قال لي رانا غنديروا، حنا ولدك غنديروا عام اختفي، غدا يبان. لا ندير حاله اختفاء دابا ولدي ما بقاش، من اللي الولايه داروا لا ضيئين وما بانش ولدي في البحر، ولات حاله اختفاء. والمغاربه وقفوا معايا، وقفوا مع اختكم، وقفوا مع امكم. رانا ضريت وتشويت في كبتي، رانا ضريت وتشويت في كبتي. إذا اللي غادي نقول لكم الاخوه الكرام، نتمنوا تضامن كبير مع هاد السيده هذه باش اننا نوصلوا للحقيقه في هذا الملف. وهذه فقط حلقة تقديمية، غادي تكون معنا السيدة أم عبد القادر داخل الاستوديو وغادي تنورنا مجموعة من المعطيات الخطيرة في هذا الموضوع. إلى ذلك الحين إن شاء الله نتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو على وسع نطاق، ونتلاقاو في حلقة مقبلة إن شاء الله.